المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية برمدا عبيد يصل مدينة زوارات ضمن محطات جولته الانتخابية للولايات الداخلية للبلاد بهدف شرح برنامجه الانتخابي للمواطنين. استعرض المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية برمدا عبيد في مهرجان شعبي بمدينة زوارات الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي. حملة المترشح للانتخابات الرئاسية دعت الناخبين المسجلين على اللوائح الانتخابية للتصويت للمترشح برمدا عبيد للخروج مما سمتها الوضعية الحالية التي تعيشها المدينة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لساكنيها. هذه المدينة خلقت وربيت هنا في هذه المدينة، ولا نقول لكم عنها ما كانت جنة، يا قاري يوم هي جحيم وانتم ما تعرفوها. العيشة ما تاتت، قلت حد يعيش هون بيه اللي نحن اللي كنا هنا نعرفه عن نفس زمن ما هو ذا، كنا شاكين عن زوالات زين، مع ذا ما كنا نقدر نعيش وما يعود بونا يشتغل في السنين ومنا تبيع صوص والله بنيا والله نجاية. مترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية برمدا عبيد قال إن المدينة تعيش وضعية وصفها بالصعبة، متعهدا بالرقي بأوضاع السكان والعمل من أجل وضع حلول ناجعة حال فوزه بالسلطة لرفع التحديات التي تواجهها المدينة. توما أهل الزويرات تعرفوا وضعيتكم المعيشية، تعرفوا سليم من يوكل دخلها، تعرفوا سليم ذا المعدل فيها النظام الداخلي اللي مجوع الكوادر ومجوع العمال وهاضم حقوقهم ومسلط عليهم العقوبة الظالمة وارزاقهم مختطفة. اعتقد المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية برمدا عبيد الوضعية الحالية التي تعيشها الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم سنيم، متهما النظام الحالي بالمسؤولية عما آلت إليه أوضاع الشركة خلال السنوات العشر الأخيرة. أحمد البابية، المرابطون، مدينة زوارات.